محطة ليزر كباقي المحطات السابقة. العدو ديال المغاربة وديال التجمع الوطني الأحرار هو الهشاشة، هو التهميش، هو انعدام عيش المواطن في أدنى حدود الكرامة، وهذا هو الرهان اللي عندنا. واليوم الحمد لله برنامج حزب التجمع الوطني الأحرار الذي يتجسد أيضا في برنامج حكومة هذه الحكومة التي يرأسها التجمع الوطني الأحرار سوف يقول كلمته، وغادي إن شاء الله نحاول ما أمكن نحققوا أكبر قدر ممكن من البرنامج اللي تعاقدنا به مع المواطنات والمواطنين اللي وضعوا فينا الثقة ديالهم في التجمع الوطني الأحرار، وكنقولوا لهم بأنه إن شاء الله موعدنا في الاستحقاقات الجاية، وراه غادي نكونوا في الموعد، وغادي تكون إن شاء الله النتائج باهرة، وغادي تكون نتائج إن شاء الله الهم الرئيسي ديالها هو الرفع من المستوى المعيشي ديال المغاربة. الحقيقة بكل مصداقية.